السلام عليكم، اسمي زينب الجويري، تلميذة في مؤسسة بيتاغور، وشاركت في تحدي القراءة على الصعيد المحلي. بدأ شغفي بالقراءة في سن 13 سنة، وكانت أستاذة العربية هي من ساعدتني وعطتني دفعة لكي أستمر وأقرأ أكثر وأكثر. تمكنت من قراءة 50 قصة، وكنت كلما ألهيت 10 قصص كانت تبد لي أستاذة اللغة العربية بجواز لكي أملأه بتلخيص القصص التي قرأتها. كانت تمر المسابقة بطرح أسئلة حول مضامين القصة أو كاتبها أو دار الطباعة أو عدد الصفحات. قرأت لعديد من الكتاب من بينهم لوسي مود، المنفلوطي، عبد السلام البقالي وأغاتا كريستي، وأغلب ما قرأت كانوا قصص أحمد عبد السلام البقالي، أولا لأنه كان مغربي وثانيا لأسلوبه السلس. أكثر القصص التي تركت عندي انطباعا جميلا في ذاكرتي كانت قصة قطار الموت لأغاتا كريستي. أعجبتني هذه القصة بالذات لأن زبالها وبكالها كان مختلفين عن القصص السابقة. كانت هذه التجربة متميزة وسوف تساعد لي لكي أشارك في مسابقات تحدي قراءة في المستقبل إن شاء الله. أنصح الجميع بالمطالعة، فإن المطالعة غذاء للعقل.